جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة مطولة من 3 صفحات من القطع الكبير. باعث الرسالة مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف قاف باء أبو نعيم من الرياض. ملخص ما في هذه الصفحات 3 يقول: عندي زوجتان، أولاهما بلغت من العمر 35 سنة والثانية في 24 من عمرها، فصارت الأولى تحدث مشكلات في البيت دائما لأسباب معينة، ويذكر تلك الأسباب حتى إن الأولى كما يقول تريد أن تكون الثانية خادمة لها ولزوجها ولبيتها ولأولادها، وحينئذ يستشيركم شيخ صالح في الأمر جزاكم الله خيرا، هل يقسم الأسبوع بين الاثنتين أو يضع كل واحدة في منزل مستقل، وما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ الأمر راجع إليه في هذا، يعمل الأصلح في سياسة زوجاته، وعليه أن يقوم بما أوجب الله عليه من حقوقهن بأن يعدل بينهن القسمة والمبيت والكسوة والنفقة والمسكن، ولا يحيث مع واحدة منهن، فإذا قام بما أوجب الله عليه من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيصلح شأنه. أنا أخشى أن يكون هذا النزاع بينهن أو بينهن معه ناشئا عن تقصير منه أو عن إساءة منه في حقهن أو حق بعضهن، فعليه أن يصلح ما بجانبه، وإذا أصلح ما بجانبه فحري أن الله سبحانه وتعالى ييسر الأمر ويرفع هذا النزاع. أما قضية هل يفرد كل واحدة منهن ببيت، نعم، إذا كان في هذا حل المشكلة فإنه يعمل هذا العمل ويضع كل واحدة منهن في بيت، بل هذا هو الأصل. الأصل أن كل واحدة يجب لها سكنة خاصة بها ومستقلة عن الأخرى، وإنما يجمعهن في مسكن واحد إذا رضين بذلك صلحت الحال بينهن. نعم.